من بروكسل ينضم إلي مراسل الغد سلام كيالي. سلام، الجانب الأوروبي قال إن خطوة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% غير مقبولة ولا حتى منطقية. كيف يمكن أن تؤثر هذه الخطوة، خطوة إيران، على سير المفاوضات؟ نعم، بطبيعة الحال هذه الخطوة، الاتحاد الأوروبي رفض هذه الخطوات ورفض خروج إيران عن الاتفاق النووي، عن بنود الاتفاق عمليا، منذ اللحظة الأولى في عام 2019 عندما قررت أن ترد على خروج ترامب، إدارة ترامب، من الاتفاق النووي. الأوروبيون يعون أن إيران تسعى من خلال هذه الخطوة عمليا، الإعلان الأخير بتخصيب بنسبة 60% هو القول بأن إيران أن الهجوم على مفاعل نطنز عمليا لم يؤثر، وأن لدى إيران القدرة على اتخاذ خطوات أكثر تطورا أو أكثر ضخامة عمليا بالتخصيب من 20 إلى 60%، بمعنى أن الهجوم لم يؤثر على قدرات إيران في برنامجها النووي، وأن إيران مستمرة في البرنامج. نقطة أخرى يريد الإيرانيون قولها من خلال هذه المساعي، وهذا ما يخيف أيضا الأوروبيين بأن إيران ستستمر بخطوات سريعة في التخصيب اليورانيوم في حال كانت أو استمرت المفاوضات سارت بخطوات بطيئة، بمعنى أن الإيرانيين سيسعون خلال الفترة الماضية ربما لتكتيب جهودهم، وهذه عمليا أحد وسائل الضغوطات والتي يعي الأوروبيون أن إيران تسعى من خلال هذه الضغوطات، خاصة وأنها ستكون على أن هنالك مخاوف أوروبية من الانتخابات الإيرانية التي ستجرى في منتصف أو في شهر يونيو المقبل، بمعنى أن الأوروبيين يحاولون أن ينجزوا هذا الاتفاق بالتوافق حتى مع الإدارة الأمريكية قبل هذه الانتخابات، وهذا ما كان قد تم التوافق عليه عمليا في الاجتماع الافتراضي الذي جرى منذ أسبوعين، وتم التوصل إلى عمليا التوافق على الاجتماع الذي جرى في السادس من الشهر الجاري وبمباحثات غير مباشرة، بأن يكون هنالك خطة عمل واضحة المعالم في عشرينيات هذا الشهر سيتم وضعها من خلال لجنتين، اللجنة الأولى مسؤولة عن وضع آليات لرفع العقوبات عن إيران، والثانية عن وضع آليات لكيفية عودة إيران إلى الاتفاق النووي، وهذا يتم عرضه أيضا على اللجنة التي جرى اجتماع اليوم مثلا على سبيل المثال، والأمس كان مع الوفد الإيراني، اليوم كان 4+1 مع الوفد الأمريكي، ومن ثم يعود الوفدان للتشاور. هذه الخطة مفروض أن تضع من قبل اللجان الفنية الفرعية، ويتم التشاور مع اللجان الرئيسية، اللجنة الرئيسية لخطة العمل المشتركة، ومن ثم لوضع خطة عمل، آلية عمل قبل يونيو المقبل، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي لعودة كل الأطراف عمليا للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني. نعم، سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.